the left, drinks to the right. I fall for a girl, not fall for a guy. مساء الخير، تحية كبيرة لكل اللي عم يحضرونا اليوم. في عنا ولادة إعلامي بارز جديد، الليلة حيكون في كمان ولادة برنامج جديد رح يطلع عليكم عبر السوشيال ميديا، وهو نجوم اون ستيج. نجوم اون ستيج مع الإعلامي اللي كلنا حنفتخر فيه قريبا. هاي هاي، كيف أخذت محلك؟ أخذت محل لحظة، تفضل. يلا اهلا وسهلا فيكم باول حلقه من نجوم اون ستيج. اليوم رح يكون معنا الاعلامي تمام بلي والممثل والمرشح اسعد بجان. ان شاء الله تكون حلقه حلوه، لانه بما انه هيدا اول حلقه وكثير رح نتسلى، رح يكون في زعل، رح يكون في بكي، ورح يكون في هيك فرح، ورح يكون كلنا مبسوطين. حضر الحلقه للاخر لانه رح يكون شيء كثير قوي. وهلا رح نبلش باول لعبه، بوكس النجوم. رح فسلكم شروط اللعبه. اللعبة معروفة انه بدكم تفوتوا ايديكم لتحضروا شو في جوا، بس هالمرة رح نعمل غير شيء، رح اسألكم اسئلة واذا ما جاوبتوا بدكم تفوتوا ايديكم لتحضروا شو في جوا. يعني جوا نحن بنخاف منه، يمكن ممكن يكون في كلب مثلا. ما حدا بيعرف. سو خلينا نبلش. اوكي، اول سؤال تمام. انت ما كتير بتطلع على الاعلام لانه انت بتنقل الاشخاص اللي بدك تطل معهم او لانه هن بيتفدوك؟ لا لا، انا بنقل معهم. يعني انا محظوظ اليوم. اوكي ماشي. اسعد سؤال لك، شو هن الشروط كرمال تقبل دور بسهوله، دور مسلسل بسهوله؟ المصاري، الشخصيه، او لانه بيمونوا عليك؟ الشخصيه والمصاري. اوكي تمام. سؤال سوبر محرج وما بعتقد انك رح تجاوب عليه، بس كنت مره قايل لي انه في ضيف كرمال يطلع معك دفع لك مصاري، الك الجرأة تقول مين هيدا الضيف؟ بس ما طلع معك. هو من لا ما رح جاوب لانه مات. طب شخص تاني مات من شي 4 شهور، امول جوجل جاوب. اوكي صح؟ اوكي خلص جاوبت، مفروض يمكن كلنا عرفنا مين. اوكي اسعد، سؤال هين وجاي الاصعب. انت راضي عن الدراما البيور اللبنانيه او لا؟ نص نص. اوكي تمام. شو أكتر موقف مزعج صار معك أنت وعم بتصوره بكل مسيرتك الإعلامية؟ إعلامية بلا أخلاق فات علي بوجه ناشف. أوكي فسرنا أكتر شوي. ما بطيق هيدا الوجه، يعني بكره النجسة، الوجه النجس. في كتير عالم عندها داخلية بشعة بس ما بتبين لك. بكره شوف حدا عنده نجاسة، يعني فايت عليك من الباب على الاستوديو هو عنده هيدا النجاسة. انت مثل مين؟ لا ما فيه، والإعلامية معروف كثير اليوم كثير. جوجل كمان. جوجل. اسعد رح نبلش بالصعب. كل لبنان لاحظ انه قبل ما تترشح على الانتخابات عملت هجوم كثير كبير على سياسيين البلد وثرت كرمال جوع الناس وكرمال غضب الناس وفشيت لهم خلقهم. هيدا الشيء كان كرمال يعني هيك خطه كرمال ترشحك على الانتخابات؟ لا ما كنت فكره ترشح، ما كانت يعني اساس، ما كانت ورده. مش ماني قدك ماني قد بده مصاري. عندك مثلا هذا واحد عنده مصانع، عنده 12,000 موظف، بس بيعمل لهم انتم بتخدموني او بتقولوا على البلد عملنا ايه؟ قلت صح، بتعب جهدك ولا شيء. اوكي تمام. اذا كان حدا مستضيفك وسالك سؤالك الشهير تمام، انت سخيف، شو بتجاوبه؟ بقول له انت بتقرر عني. لانه يعني ببين علي اذا انا سخيف او مش سخيف. السؤال يطرح وموجود على الانسايكلوبيديا وموجود بالروس وموجود وين ما بدك يعني. اوكي اسعد، انت دائما بتقول انه السياسيين فاسدين وسرقوا كل احلامنا وكل شيء منا، بس انت اذا نجحت بالانتخابات رح تصير واحد منهم. لا يعني انت فاسد يعني. ممكن هذاك. انا ما بقول، ما كثير بركز على شيء اسمه فساد وهيك وسرقه، انا بركز على انه السيئين ما بيعرفوا يديروا. انا مشكلتي مع الفريق الحاكم هلا انا اكثر من هوديك. هوديك بنعرف، كلكم بتعرفوا، الناس كلها بتعرف، بس يا خي ما جيتنا تتعمل شيء، ما انت عرفونا او ان شاء الله عم تعرف علينا. هذه مشكلتي انا مع الحكم هلا، مع العهد هيدا اللي وراء، هيدا مشكلتي. طيب انت تعرضت لهجوم كبير ومباشر خصوصا ببيتك.
وانت هلا على سيارتك ملزق صوره ترشحك على الانتخابات، ما بتخاف يدقوا لك بسيارتك؟ يلا خلينا نجرب. انا ناطرهم، هيدي مصلي، هيدا فخ. واذا وحاط الكاميرا بسيارتي بتكون هون كاميرات بسجلوا 24 ساعه. لا خلي حدا يجرب، اصلا حتطلع انا ان كان واقفه وين ما كانت او كانت ماشي، خلينا نجرب. اوكي تمام. معلوماتي بيقولوا لي انه في ديف واحد بكل مسيرتك الاعلاميه ما حبيته ولا بتحبه ولا رح تحبه وطلعته ديف معك، عندك جرأة تقول مين هو او بتحب تفوت ايديك؟ لا اثنيناتكم واثنيناتكم سوا بدكم تحذروا شو في جوا، بدكم تفوتوا ايديكم بدكم تحذروا شو في جوا. حتى لو كنا جوا اثنيناتكم بطة خروف كلب ممكن ايه، بس شو طلع معك؟ جيجي. ديك كانوا جيجي او ديك سبتوها بس عبارت طلعتها لبرا. لا انا مبين هسه اوكي. طب خلص صار فيكم تطلعوا ايديكم. بهالوقت بيكونوا عم بيغيروا البوكسز وعم بيحطوا شيء جديد، وهلا رح نكمل بقصص جديده. والسؤال مع تمام، بتلاقي انه رضا الفلال بجرب يقلدك بالهارد توك او ما في منافس لتمام؟ ليه؟ كل حدا بحب ينفسني، كل حدا بحب يقلدني، مهم كل حدا بيعطي نجاحه عند الرأي العام، الناس هي بتقرر. فأنا ولا مرة فكرت إنه هيدا بيقلدني أو هيدا بي، يعني أنا ما بتطلع إلا على شغلي. يعني ما بتحضر رضا الفلال؟ بالعكس بحضر، الزلمة موجود، أنا قلت قبل بمرة، موجود هو وكل الإعلاميين موجودين. عرفت؟ ما فينا أنكر وجودهم على الساحة الإعلامية. أوكي. أسعد. على فكرة مثل ما هن ما فيهم ينكروا وجودي على الساحة الإعلامية حتى إذا قطشوا من بعض الحلقات لما ينذكر اسمي. هيدي أي شاشة قصدك؟ لطشة. يلا تفضل. لا أي شاشة تفضل. أوكي أسعد، شو سبب الخلاف بينك وبين نايب سيمو أبي رميا؟ ما في خلاف، اللي حصل ممكن في حلقة بدها تنعمل مثل ديبيت لوائح تسلوين مش جاي على جديد، وكل مقرر نهار الخميس مع الست سمر الوطني. فقبل بالنهار الاربع المساء بيعتذر مسيو أبي رميا لأنه ما بده يكون مع، وأنا منتدب من قبل ليحتنا، ما بده يكون مع أسعد رشتين لأنه أسعد رشتين بتهجم على الرئيس أو شيء على الرئيس. أوكي بقى جيت أنا السبت مع أستاذ طوني بارورك بتاع ننسى، قال لي خبر خبري بيعرفها، قال لي شو بتحب تقله؟ قلت له جبان ويكين، مع أنه بحلقة مع كارلا بدايت على الـ LBC سألتني من هو العوني تسمح له يفوت على بيتك، فوت على بيتك، قلت له سيمو أبي رميا. تراجعوا الحلقة، أنا قلت له سيمو أبي رميا ليه؟ التقيت فيه مرة بمسرح، عم نحضر مسرحية وصار هيك حوار، حسيت انه تعاطى مع واحد ثقافيا فنيا، ولكن ما كنت بعرفه لانه كل السنين اللي قعدها بالنايب بجبال ما طلوا لحدا بيعرفه لحدا شايفه، يعني ما هلا خلطها على أوكي. بس صرا مشي طلع مثل بيضة اللي موضوع. اوف يعني هلا بتفوت الكل على بيضك الا سيمو أبي رميا؟ ما حدا بقى، ما في، كل واحد اسمه عوني على البيت. اوف اوكي هلا خلصنا من هيدي اللعبه، بس انا بدي اياكم تفوتوا ايديكم تجربوا تحضروا شو في جوا، مع انكم جاوبتوا بس انا بدي اياكم تفوتوا تحضروا. أوكي. يعني بيطلع لكم كلب، بيطلع لكم منهم كتار صح؟ يمكن ممكن بالحياه عم نلاقي منهم كتار. فكرت حقيقي انا. شو طلع معك؟ صح. شو كنت عم تقول تمام؟ فكرت حي. فعشان هيك فكرت الكتار بالبلد هلا. قصدك عم تلطش الإعلامية اللي كانت معك؟ أنا ما قلت إعلامية، لطشت كثير أشخاص بحياتنا الإعلام. كان السياسي أو الفن أو أي شيء بتلاقي كثير حيايا. في كثير حيايا بدومين التمثيل؟ كيف؟ في كثير حيايا بدومين التمثيل؟ في حيايا وين ما كان. من الطريق هلا بتلاقي حلو طيب شوي بتلاقي حيي، واذا بتفوت على الاديره والكنائس بتلاقي يعني مرورا بكل السياسي والناس والاخرين
بتضل تلاقي حقيقة وين ما كان. وين ما شيء دنيوي في الاكستريم اكستريم. اوكي تمام. هلا خلصنا من هيدي اللعبة بس حنكفي بشوية اسئلة. تمام كتير قليل نشوفك عم تضحك قدام الاعلام، هيدا شيء كرمال الناس يضلون عم يشوفوك بطريقة سيريس جدية؟ ما في شيء بضحكني انا. يعني انا بدي اضحك بضحك من قلبي ما بضحك تمثيل. يعني ما بحب مثل انا عم بضحك، ما بحب جاملة. لما الاقي شيء بضحكني بضحكني، شيء ما بضحكني ما بضحك. تاني شيء الهارد توك ما في مجال للضحك يعني. عرفت؟ الا اذا في شيء يعني مع اسعد انا بالحلقة معه ضحكت كثير بعض المحلات بوقت ما كنت كثير جدي. لانه هو فرض علي هيدا الشيء، هو الحوار بيفرض عليك كمان، فمشان هيك. اسعد اذا لو سمح الله ما نجحت بالانتخابات خلص بتهاجر على امريكا؟ لا انا ما بدي هاجر اصلا. اصلا هاجرت قصرا لانه الظروف ما عادش تسمح، كان عندي اولاد من امريكا كانوا لما سافرت انا ومش عم انت عم تعمل شيء هلا ما كانوا عم يقدروا يعملوا شيء بسبب سافرت كرمالهم. حرقت 15 سنة من شبابي أنا كرمال عائلتي وهلا وصلوا نتيجة صار عندهم نفسيات عندهم أشغالهم مع أحلاهم مرتاحين بدون هم هذا ما بيتسماش. بس أنا ما بدي هاجر نجاحي يعني بتعرف أنت اليوم في لوائح كبيرة وفي شو بيسمون هودا الحواصل وفي زعمات وفي بابازات وفي مصريات نحنا منساعد ومنتساعد يعني حي الله واحد بينجح من اللي استنى فيه كان ينجح. أوكي. أنا حظوظي يلا. يعني حظوظك قليلة أو كبيرة؟ إذا بيحبني بيخليني ينجح. حظوظك قليلة ولا كبيرة؟ ما فيك تعرف. هيدا. أمتى فيك تعرف؟ أنا ما بتعرف. نعم. أنا رح أخذ هلا إذا أخذ مثلاً أستاذ منصور بون. أوكي. كم عدد أصوات؟ والدكتور فارس سعيد عدد أصوات. تجمعهم. ما هو مجبور تحط ليستا ما فيك تشطب يعني انا رح اخوه هيدا عب هلا اذا انا كاسعد رشتين خدت شوي زيادة انا مو عارف يعني ما فيك تعرف يلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بس ابدا انا مش فارق ولا ما يفلوا كله اذا قدرت الله عطيني امر. اوكي تمام. الممثلة رولا شمية قالت حرفيا انك بتبهدل ضيوفك وبت حقرهم وبتوطي من مستواهم وقيمتهم، شو ردك عليها؟ شو عرفها؟ هيدا الجواب انا ما خصني شو عم تعمل ولا هلا؟ عم تعمل مسلسلات، هلا عندها مسلسل وين؟ على الام تي في عن جد؟ يلا روح لسؤال جديد. هلا خلصنا من هيدي اللعبه ورح ننتقل للعبه جديده اللي هي اتصال مع النجوم. هلا رح ننتقل لتاني فقره اللي هي اتصال مع النجوم. فهلا تمام رح يدق لحدا من السليبرتيز اللي انا رح نقيه ورح يحكي مثل الاطرش بالزفه، رح نحط له اغاني وبده يحكي حسب شو مكتوب على الاوراق وانا واسعد رح نسحب له الاوراق. فبدي منك اذا فيك تدق لل مثلا جوانا كاركي. ليه جوانا؟ لانه مهضومه وبتتقبل وانا حابب انك تدق لها. يلا شو بدك اعمل هلا؟ اطلبها؟ بدك تطلبها ورح نحط اغاني. اوكي. هيدا اذا بتحطها هون. يلا. يلا. اسعد بلش تسحب اول ما ترد. الو. 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 بونجور. صرنا زمان ما التقينا. ايه صرنا زمان ما التقينا. نحن على شو؟ بعدك متخانقة مع شو اسمه؟ مع مين؟ مني ما عم اسمعك منيح. تمام وينك؟ هلا هي عم جاوب. بدي اطلب منك طلب. مسيو يا برو يا برويتي قوية اللعبة. ولك قالوا لي انه كنتوا عم تحكوا عني. مين كنا عم نحكي عنك؟ الو 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 عم تسمعيني؟ جوانا كركي عم تسمعيني؟ شو المشكل
بينك وبين تمام بليق؟ ما في مشكل بيني وبينك. اوكي. بعدك متخانقة مع شو اسمه؟ مع مين؟ مين؟ شو مشاريعك المستقبلية؟ خلاص؟ الو؟ شو بصير؟ أنت بمقابلة؟ جوانا كركي. بس هاي جوانا كيفك؟ هاي معك ريان حايك من بروجرام نجوم اون ستيج. ايه هاي ريان كيفك؟ منيحة. أنا طلبت من تمام يدق لك كرمال هيك نعمل شي مهضوم سوا، وتمام بده يقول لك هاي. هاي جوانا. هاي حبيبي كيفك؟ سافا منيحة. وأنت جاوبتي على الأسئلة كلهم؟ أنا ما كنت عم بسمع، لأنه ما أنا ما عم بسمعك منيح شو عم بتقول. يعني قلت لي مخانقة مع تمام؟ قلت لك لا. اه لا، هو كاتب لي هيدا السؤال. معنا كتب لي هيدا السؤال. ايه. ومعنا هلا كمان اسعد رجدين، استاذ اسعد رجدين معنا. يعطيك العافيه، انبسطنا سمعنا صوتك. انا سمعت، هو ما سمعه. هو ما سمعه. جوانا استاذ اسعد رجدين موجود معنا كمان، عم بيسلم عليك. ايه هاي كيفك؟ انا منيح الحمد لله. عم بقول لك انه انا كنت عم بسمعك تمام، ما كان عم يسمعك. اوكي. وسعدنا بصوتك حبيبي. وانا كمان ميرسي جوانا، انبسطنا فيك جوانا. ثانك يو كثير. يلا بنحكي على الرواق. اي لاف يو، اي لاف يو. باي باي باي. انصدمت كثير، انصدمت انصدمت. الفقرة على فكرة حلوة، حبيتها. يلا اعظم شيء، مش عم بمزح. وهلا رح نروح لعند اسعد رجدين. جربنا ندق لدليدا خليل، رندا كعدي وتقلى شمعون، بس ما حدا رد. شكله من وراء الانتخابات. من وراء الانتخابات. بس هلا رح ننتقل لثالث لعبه اللي هي 60 سنه مع النجوم. وهلا ب 60 ثانيه اسعد بده يجاوب على اكثر عدد اسئله ممكن. اطيب اكله عندك؟ مجدره. طبخ او دليفري؟ طبخ. ايه كنت تجيب بالمدرسه؟ 20. أكتر مادة ما كنت تحبها؟ ما كان في مواد. أكتر فنان قريب على قلبك؟ مطعم كرباي. آخر فنان تخنقت معه؟ تمام لا. بتفكر بالهجرة؟ لا أبدا. شو أول شغل اشتغلته؟ أول شغل اشتغلته في معمل حجار. مين أكتر شخص بتحكيه؟ أكتر شخص بحكيه ما في وفا بالدومين؟ ما في حدا محضر. إذا ما كان اسمك أسعد شو بتحب يكون؟ تمام. شي مرة رفضت حدا يتصور معك؟ أبدا. شو آخر هدية وصلت لك؟ برفان. أكتر شي بيعصبك؟ كنت بفكر تمام ما طلع. طلع أنا؟ لا. أكتر شي بخوفك غير تمام؟ ما بخير. شغلة واحدة بتغيرها بحالك؟ مخي. إذا ربحت باللوتو بتستقيل؟ بستقيل من حياة كلها. أخد حقك؟ إيه. إمتى آخر مرة بكيت؟ بكيت بمسلسل حكاية. أكلت كفوف بحياتك؟ نعم. أكلت كفوف بحياتك؟ أكلت كفوف إيه. أوكي، خلصوا 60 ثانية وجاوبت تقريباً على 22 سؤال. بس لا منيح لا 60 ثانية. وهلا رح نروح مع تمام بليق. أطيب أكلة عندك؟ باستا. طبخ أو دليفري؟ دليفري. قد إيه كنت تجيب بالمدرسة؟ حسب المادة. أكتر مادة ما كنت تحبها؟ تاريخ. أكتر فنان قريب على قلبك؟ كتار، أكتر من حدا. آخر فنان تخانقت معه؟ ولا حدا بتخانق معه. بتفكر بالهجرة؟ ولا مرة. شو أول شغل اشتغلته؟ إذاعة. مين أكثر شخص بتحكيه؟ أمي. في وفا بالدومين؟ لا. إذا ما كان اسمك تمام شو بتحب يكون؟ كريم. شي مرة رفضت حدا يتصور معك؟ ولا مرة. شو آخر هدية وصلت لك؟ شي كتير سمين. أكثر شي بخوفك؟ ما بدك تعرف؟ شو آخر هدية وصلت لك؟ إيه ما بدك تعرف؟ شو آخر هدية وصلت لك؟ ما بدك تعرف؟ شو هي؟ ما بدي أقول. شو آخر هدية وصلت لك؟ شي كتير سمين. هلا بدنا نعرف. اوكي. اكثر شي بخوفك؟ الكلب. اكثر شي بخوفك؟ ايه. ليه الكلب؟ ما بحبه. مش ما بحبه، عندي فوبيا منه. عندك باد اكسبيرينس منه من قبل؟ شو صاير؟ صح. عضني بإجري. من انت وصغير؟ كنت انا عمري 5 سنين. اوف. كنت عم بلعب على الباتان. اوكي. هلا رح انتقل لرابع فقره.
بتعمل مع النجوم. كتبنا اسمك على جوجل تمام بلي وشفنا اقتراحات جوجل اللي هي اكثر شيء الناس بتفتش عليه. اوكي اول وحده تمام بلي ايج. نعم لا اول وحده تمام بلي. تمام بلي اوكي تمام بلي ايج. طيب بس اول شيء بدي اوضح شغله واحده انه تمام بلي تي ا دوزيم ام بس هي مكتوبه بال اي مزبوط انت كاتبها هون صح. اوكي هاي واحد. اثنين قد ايه عمري؟ 40 40 تمام بلي بين علي؟ لا اوكي 50 بكره تمام بلي وايف. اي بتقول مين او اكيد مرتي اللي هي حلم حياتي حلم كل انسان يمكن بيفكر بانه اعيش حياتي مرتبه حلوه رصينه. ميرا العر اليوم هي صحفيه وايضا دكتوره نفسيه يعني صارت دكتوره نفسيه وانا بدي اوجه لها تحيه لميرا وهي وانا اليوم هون من ورا ميرا ومن وراك يعني هي اللي عرفتنا عليك وهي اللي خلتني اكون موجود اليوم هون فبدي اوجه لك تحيه لك ولالها. ثانك يو. اهم شيء انه ام ولادي. الثالثه تمام بلي بايوغرافي. نعم اوكي خبرنا شوي عنك. تمام بلي اللي جاي من الاعلام جاي من بروتيز دونتير جاي من 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 سنين اشتغلتها لوصلت لهون. تمام اللي اشتغل تعب ركض ما كان في الملعب الذهب مثل ما البعض بيقول انه الملعب الذهب كان بيتم لا مش مزبوط. انا اشتغلت بالاعلام اشتغلت بالبروتيز دونتير انا ركضت لاقدر اوصل لليوم عندي عائلة مبسوط فيها كتير اليوم عندي شغلة مبسوط فيه كتير هي الجديد لحتى هيدي الساعة مصر يعني دايما أقول إنه لحتى هيدي الساعة اللي أنا فيها كتير مرتاح مع الجديد غيره مثل ما أنت عندي ولدين بنت وصبي كريم وكالين مثل ما أنت قلت دارس بروتيز دونتير إذا عرضوا عليك يفتحوا لك كلينيك بمقابل توقف إعلام بتعمله؟ لا لأنه ما بقدر أعملها هلأ عندي إمكانية هلا أفتح أهم كلينيك بس ما أنا بحب حاور بعمل اللي بيريحني تمام بلي بروجرام في كتير بيقولوا إنك انشهرت بس من وراء بلد شفير شو بترد عليهم؟ أكيد لا لأنه بلد شفير هو وصلني هلا هي الضربة الكبيرة كانت إيه أكيد بلد شفير لأنه كان بالعالم العربي أول مرة حدا بيعمل هيك نوع برامج اللي هو الهارد توك يعني أنا لما عملت الهارد توك ما كنت عارف إنه هو هيدا هارد توك لبعدين اكتشفت انه في اعلامي هارد توك في مدرسه اسمها هارد توك قدرت سافرت وتعلمت وشفت وكل هيدي الامور انا اليوم بقول شغلي انا كل محل هلا انا قاعد عندك هون تعلمت شيء جديد دائما راسي ما راح يكبر حتى لو كبرت وهيدي بقول لك اياها لك انت لتقدر تنجح لانه كل محل بتكون فيه هو ضربه ايجابيه ببرامجك وبحياتك وبمسيرتك وشوفت الحال نزلوا منها يلا كرمال تقدر تفوت ببداياتك بالإذاعة دفعت لهم صح ليه؟ مصاري لأنه بده أطلع هوا ما كانوا يأمنوا فيه؟ لا كيف بده يأمنوا فيه إذا ما بيعرفوني كنت بحياتي مش طالع لا راديو ولا تلفزيون ولا اسمه فيه يعني كنت جاي من البيت طالع قلت لهم قالوا أنا اسمي تمام بلي بدي أطلع على الهوا كان عندي هيدا الحب ما كان بعد عندي هيدا الشغف بعدين صارت لشغف بعدين صارت لشي رائع بحياتي هدي دفعت لهم ما رجعوا متى قلت لهم انا عرضت عليهم مصاري قال لا ما رح ناخد بس نحنا حنطلعك بدون مصاري اوكي انا ما اخذ اوكي وهلا مع اسعد رجدين وهلا مع اسعد رجدين اسعد اول شيء كتبينه عم بفتشوا على مرتك مين مرتك عم بفتشوا على مرتي مين اسمها يعني اسمها فادية ابي شديد موجودي هلا بأمريكا بالولايات المتحدة بتكساس وهيك بفتشوا على عمرك قد عمرك عمري تحديدا 68 بين 62 69 سنه العمر كله بفتشوا على عائلتك عائلتي عندي عائله مؤلفه من شابين وصبيه يعني بال 44 41 31 اوكي 31 يمكن هي بنتك اللي تجوزت مش من زمان تجوزت من بايلول اللي مرا ورجعت على عمرها هلا هي هون اجت من شيء الجمعة الماضي بدها تقعد هون يمكن تنتخبني وتفوت اوكي كمان اخر وحده بايوغرافي عن حياتك كلها حياتي كلها بدايتي
كنت تلميذ شاطر بالمدرسه زي ما قلت لك هذيك الساعه، ما كنت شاطر بكل المواد لكن في شيء ما تحبه، حب العلم حب المعرفه. انتقلت الى المرحله الثانويه طنط شوي، عملت دار معلمين، يعني انا صرت استاذ مدرسي، علمت بحدود 25 سنه وبهالوقت دخلت الجامعه وعملت تمثيل واشتغلت، فتحت استوديو تصوير، اشتغلت فوتوغرافي، عملت مونتاج اخراج كله، وبعدين فتت دومين تمثيل وكفيت عم بعمل هوليك. اوكي. وبعدين وقفنا، بقينا بس على التمثيل. وهلا سافرت بامريكا كمان، عملت فوتوغرافي وعملت سينما كمان تمثيل، وهلا بعدي بس على التمثيل وشويه سياسه. شويه سياسه. اذا نجحت بالانتخابات ممكن تعتزل عن التمثيل؟ لا لا لك ليش؟ مش لسبب، لانه انا بدي اعيش وهيدي مهنتي مثل اي مهني، طبيب، مهندس، محامي، بيطلعني بكفي شغل لانه بدي اعيش. انا اذا ما اشتغلت مين بجيب؟ صح. مجلس؟ صح. نعرف انه لما مثل كرمال يقدم مشهد فيه زعل وبكي لازم يتذكر شيء صاير معه، انت شو بتتذكر كرمال تقدر تنزل دمعتك؟ بتذكر شو مشان شو؟ كرمال تنزل دمعتك بالمشهد. اتذكر، في عندي كثير اشياء اتذكرها، حياتي كلها فيك تتذكرها، الوضع اللي انت فيه هلا بتتذكره. مره مع خينا تمام قلبي بكتني. صح. يعني حط لي صوره، فاجئني بصوره قلبي تبعي بكتني، انه يعني كل شيء مؤثر بكتني. انا يعني اكيد بتستعير، بتسترجع صورة، فكرة، هجرة ولادي، غربة ولادي بتبكيني. صح. حيوان بتأذي حيوان بتبكيني، حيوان ضعيف بتذكره. اوكي. وهلا رح وضع البلد، وضع كمان ببكي. طيب واذا فت على البرلمان بتبكي كمان لما تشوفهم كلهم؟ لا. ما بتبكي ابدا. الشرعانيين بتبكيهم. بتبكيهم كلهم؟ ايه. مين اول واحد؟ هلا عم بكي. مين اول واحد؟ لا ما تحطني. مين اول واحد؟ ما بيحرز فكرك منه ما بيحرز. كنا عم نحكي عنه قبل شوي. ما بدي، ما بيحرز يعني، ما بعرف مين هو يعني. امبارح كان عنده حلقه على التلفزيون يحكي نحن بنضال، يعني بالنضال بفرنسا بباريس، عم بيناضل 14 سنه بباريس. خيي كيف بيناضل واحد بباريس بالشانزليزيه مثلا او بالهوت ميزون؟ حدا يقول لي ونو استاذ تمام كيف بيناضل بباريس؟ نضال، وانا نضلت، وانا وصاحبه رفيقه بالطيار كمان ناضلوا، كانوا عم يناضلوا. اوكي. هادي شو بدي احكي عنه. طيب وهلا رح ننتقل لتحدي النجوم. هلا وصلنا على اخر فقره وبدي اخبركم شو بده يصير. حطيت لكم 5 اسئله ب5 اسئله كثير محرجين وفيهم اسامي، واسامي كبار مش صغار، فبدي اياكم تسحبوا، ما بدي اياكم توا لحدا، انتم منكم لحالكم بتجاوبوا الاسم او الشخصيه اللي موجود سؤال عنها، وانا رح اطلب منكم 3 مرات من اصل 5 تقولوا لي شو كان السؤال، واذا ما بدكم تقولوا لي في تحدي. يلا وفوقكم حق مرتين تقولوا لي باس. منبلش ب تمام. تمام. اول سؤال ما تقري. ما في حدا مش مزبوط. بلا في حدا مش مزبوط ابدا. بلا مزبوط. اعطيني اياه. لا انا ما بعرف الاسم، انا عم بسألك مين. مش مزبوط. لا انا منه صديق هو. ايه انه شخص شخصية. ايه هو صديق عم تقلي. طيب غير صديق. اوكي منه صديق هو. اعلامي. طيب مين الاعلامي؟ اعلامي. اوكي بلبنان، بس بلبنان. اكيد بلبنان. اوكي. اسعد. ما في حدا. ما في حدا. ما فيك تقولوا لي ما في حدا، في حدا. كيف ما بدي لك؟ كيف ما بدي لك ما في حدا؟ قل لي مين بدي، مين بدك؟ ما انا ما بعرف السؤال. مو ما لو قلت لي كاتبي كنت بقول لك، لو قلت لي مخرج. جاي الكاتبه، جاي الكاتبه. اوكي مثلا. اوكي خلص. بدك تقول شو السؤال؟ لك شغلي يا عمتي، لانه هلا انت عم بتفوت بهلا. ما في ممثل بيقول عن زميل شو ما كان. ما في. يعني اللي بيقول بيكون
مش انه بيقول، مش انه بيقول، ما حدا ما حدا يعني ما في. انا اقول اذا قالوا لي عن على مسلسل في فلان وفلان وفلان فلين، ما بيهمني من بيكون فيه انا، ما خصني بهذا الموضوع ما في ولا، لانه انا هيدي بتكون كل انا سكيف. اوكي اوكي تمام. تاني سؤال، إذا بتقلي الاسم بجاوبك صح. أنا السنة الماضية وقت حوارتك قلت لي إنه في حدا هيك مثل ما أنا كتبه على الأد. صديق. كان صديق. كان صديق. أوكي. فيك ما تقول شو السؤال وتجاوب، فيك تقول وتجاوب مثل ما بدك. جوانا كرك. أوف. أوكي. تاني سؤال. أوكي. سوء تفاهم بسبب بتحب تقول اول شيء شو السؤال؟ نعم بتحب تقول شو السؤال؟ ما بعرف لا بدك انت عريحتك بدك قول. السبب الاساسي للمشكله بينك وبين الكاتبة منى طاير. نعم يعني مع انه استنفدناه هذا الموضوع وما بحب كثير احكي فيه وعم بحاول يعني انه تكون الظروف افضل بيني وبينها على صعيد انساني. اوكي مش على صعيد فني ابدا، لانه لا انوي العمل معه مره ثانيه فني، بس كصديقه مش حابة تخسرها ولو شو ممكن. نتيجة السبب كان مشكلة ابن عمها. ابن عمها فات على لعبة انتاج معها. بعد ما كانت شغلة كتير. فات بالعرض وعلى تفنيص وعلى عرف كيف وفي مصاري وبيعمل وبيشيل وبيكسر. زعل مع كل اصحابها وفاني. اوف. هذا اللي صار وراحت قعدت بالبيت مع شغلة. اوكي. لكن جاوبت عن سؤال من اصل خمسة. انا فيني جاوب على مين الضيف اللي طلع معك وصار صديق؟ قلت لك جوانا كركي. بروح لسؤال جديد. هي رح اعمل لك كارت هيدي. يلا. اوكي. سؤال ثالث. يلا. هو ذاته الشخص اللي حكينا عنه اول واحد. طب مين؟ هو الاعلامي، ما راح اذكر اسمه لانه هو حلم حياته، رغم انه هو كثير مهم، حلم حياته انه انا انطق بصوتي اسمه. وانا ما بيشرفني. طلعتي مرة معه مقابلة؟ ولا بطلع، أنا ساعدته لنشهر شوي كمان. أوف. يلا، خلينا نروح على سؤال جديد. على أي قناة؟ أي قناة بس؟ لبنانية. لا، بعرف. طلع بكثير محطات. جوجل. جوجل، أوكي. أوكي، ثالث سؤال. أسعد. هذي كيف مفروض؟ إيه، في موقع. مشهد. شو هو؟ بتحب تقول شو السؤال؟ ايه شو الموقف اللي كان مفروض تكون كتير جدي فيه بطلت تقدر توقف تحت؟ شو؟ باحد المسلسلات اول بدايتي، اول مسلسل كان بطولتي انا ومنى طاير. كان في مشهد مع انطوان حجر، جورج دياب، علي الزين. هاو بيكونوا رفقتي تعرفت عليهم بالمدينة وراجعين على الضيعة ليساعدوني لأنتقم من ميشيل تيبت. نعم. وبتعرف جورج قصير وضعيف، وعلي كمان مش قصير بس ضعيف. كانوا قبل معي بنفس بمسلسل اسمه في ظلال الحب. هودي انه هودي الزلم تبعي. طلع فيهم انا هيك. الزلم. حكي بس كانوا لي هيك انه ما رح تعرف انك قاعد. قلبت الايام بعد شي سنه وشوي عملنا هذا المسلسل، طلعت وقفوا عم يتمرجلوا بنفس المرجله في هذا الوقت. وكان شاطر يا تمام ويا صبر مشهد ريان ماشي كل ما بضحك بضحك. اخر شيء النقيب كان ميشيل تيبت حاضر بالاستوديو ناطر تيصور من عنده دور. وبعدين مشهد انه وخبط على الطاولة. تعرف نايف كيف كان بطاي وقاسي وما فيش مزح يعني. خبط على الطاولة نحن تعبنا. اول طلعتنا يعني انا اول مسلسل بطولي عم يشتغلوا من زمان يعني. من وقتها بس شوفوا اذا كنت عم بخبر منك مع شوية تحكي. يا تمام الرابعة.
اكيد بتمنى لو خلقت بلبنان اكيد ببقى بلبنان وما بترك لبنان. اوكي رابع سؤال اسعد. والله طلعت مع هاي بعده مراحل. مين اذا بتحب تقول السؤال؟ ايه شو الوسيله الاعلامية يلي ولا ممكن تطلع مع غير الاوتيزم؟ لا انا طلعت على الاوتيزم هي اول جول طلعت اكثر من مره. عندي صديق اسمه سيرج اسمر. صح. صديق من قبل ما خلق اصحاب انا واهله. يعني وبيمون علي وين ما كان مش بس على الاوتيزم. ما لي علاقه ما لها علاقه بالشغله الاعلاميه بالموقف السياسي. مفروض ما عرفت شو هذا بالنسبه. لا ما في عندي ولا اشكال. وبالعكس على هيدي الاوتيزم صرت اصدقاء واصحاب. انا الله يرحمك يا جمع بيت. انا بدي وجه تحية لمدامته للوزير جان عباد ولعائلته كلها ولأولاده. هيدا انسان خسرناه بهالبلد. تجدد العلاقة مع ابنه الاستاذ سليمان اللي هلا مرشح كمان على الانتخابات بسبب حضر الحلقة وانا عم بحكي افكار معينة بالمجتمع والسياسات بتلفني هو. هو استاذ جان هيك صرنا نتواصل من وراء هيدي الحلقه. صحيح. نحن بنعرف انه كل شخص بالمجال تبعه عنده مثال اعلى. وانت مين كان المثال الاعلى تبعك لما بلشت بالاعلام؟ الله يرحمه جوز خالتي توفى كان يشتغل بتلفزيون لبنان. هو اللي شجعني وكان استاذ مدرسه ومدير مدرسه ومدير بالضمان الاجتماعي صار مدير بالتلفزيون واليوم انا موجود هون بالاعلام. انا من وراء رحت على البروتيز دونتير وانا من وراء كملت بالاعلام. تخيل منا تناقض بحياتي. الله يرحمه ويرحم ترابه. ميرسي. ايه علي ترحيني. الاستاذ علي ترحيني. علي واستاذ اسعد اخر سؤال. ما تعرفت على شخصيه. بالعكس تمام. هذا شو هو السؤال؟ سؤال مين الشخصية الفنية اللي لما بلشت تمثيل ما آمنت فيه؟ بالعكس يعني كلهم شجعوني بالدور. إذا بتذكر إن كان شخصية فنية مين زملاء منهم عبد المجيد شجعني واشتغلت معه ناصر باج ك والبل على مستوى الكتاب الأستاذ مروان نجار اللي عمل لي كذا مسلسل اللي ما بعرف كله يعني مخرجين كمان كلهم كنت عليك كنت زايد وما زالت. اوكي تمام. عندي سؤال هيك على السريع. معروف عنك جريء لكن مرة بدك تسأل سؤال محرج لضيفك بتحط حجة بالناس انه هن بيقولوا هيك او بيفكروا عنه. مش بحط حجة بحياتي. ما حطيت حجة. لو انا بحط حجة للناس بحياتي ما كان نجح البرنامج. بس اليوم في اشخاص اذا مش ضروري جوجل هلا قاعد انا وياك واستاذ اسعد بيقول لي كذا هيدا مش شخص من الناس. انت مش من الناس. انا هيدا من الناس دايما بقوله. انا بحياتي ما هربت وانا دايما بقول اللي بده يواجهني يواجهني ببروف. يعني يعطيني بروف يحطه يقول لي او بده يطرح علي سؤال يعطيني بروف. بس انا سنة الماضي بس انا سنة الماضي حورتك وقلت لي مزبوط تعملها. شو هي؟ انه بتحط حجه بالناس. لا انا ما قلت. انا بحياتي ما حطيت حجه بالناس. يعني بحياتي يحط لي اياها. بحياتي ما قلت بروف للناس. انا بقول دايما انه الناس بتكون هي عم تحكي. حجة الناس انه الناس بتقول هيك عشان ما احطها عني. بس الناس بتكون قايله هيدا الحكي. يعني اعملها انه منطقي. أوكي. مثل انت لما بقى تقول انت يا اخي شو بقول مين انا. انا مش بني ادم يعني انت. هيدي هي. اوكي اسعد انت مش من زمان طلعت بمقابله مع تمام خليك تكنس الاستوديو. اذا اجتك الفرصه هلا تحاوره شو بتطلب منه يعمل؟ فشلهم خلهم وقول لهم كان استوديو لانه ما فيها شيء غلط. انا هيك كل الناس نبهوني من ونبهوني بقوه يعني خبرت انت ما بلا. انا ثقتي بنفسي وبطيبتي وشفت الطيبه والمحبه في بغض النظر عن اللي بيقولوا الناس. من قبل ما ببلش بالحلقه صرت اعز الاصحاب انا وياه وهلا تمام بلا. بالنسبه لي يمكن ما بشوف كل يوم بس تمام بلا. بس دق تليفونه وهلا عم يحكيني وين صرت. هيك قلبي عملت انا صراحه هنا ما الله يخليك تسلم. ورح نخلص باخر سؤال اسعد. بنعرف انه كان عندك كلبه وكثير كنت متاثر فيها. ليه هالقد؟
لا انا بحب الحيوانات ومن زمان يعني انا من قبل ما سافر 30 و40 سنه تجوزت لما تجوزت كان عندي حيوانات البيت سين وكلب الى اخره وعلى فتره طويله بقيت نفس الشيء هيدي تاثرت ليه اضطريت اتخلى عنها مش اتخلى عنها رديتها للناس اللي جيبها اوكي اخر سؤال لهيدي الحلقه تمام كمان معروف عنك انك كثير بتحب الكلاب كثير كثير ليه بتكرهون وما بتحبون لهالدرجه قلت لك جوابتك من شوي عندي فوبيا منه لا لا ما في شيء بمسك كلاب لك هي طلعت هيدي المعمعه كلها من ورا حلقه هشام حداد يعني اول واحد كان طلع اعلن على الهواء انه انا بخاف من الكلاب وجاب لي كلب وهربت من الاستوديو ولليوم العالم ما عم بخلص كلاب 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 انت الشخص اللي بتعمل وبتساوي بتخاف من الكلب ايه عندي فوبيا كثير كبير من الكلاب هلا عندي كلب صغير رفقاتي ايه يعني هن الوحيدين اللي ما بخاف منه بمسكه بلعب انا وياه كذا بس جيب لي كلب كبير هلا ايه مستعد اترك استوديو ما عندي مانع اوكي ايه. بدي لكم ميرسي كثير على هذه الحلقه ان شاء الله تكونوا حبيتوها ليك انا بدي لك انا واسعد عن جد انا والاستاذ اسعد بدنا نقول شغله احنا كثير انبسطنا معك ونحن عم بحكي عني وعن استاذ اسعد لانه اكيد انا وياه نفس الشهاده نحن شايفين حالنا فيك مع الحلقات اللي جاي رح تكبر اكثر واكثر وجو وما تخلي شيء يخوفك واتكل على حالك ميرسي اوكي انا نفس الشيء اللي قاله هو ما بدي ازيد على شيء ويعطيك العافيه ومثل انا وجودي معك بالصدفه دو ما اعرف انه هو جاي اكدت لي انه نحن على نفس التفكير لانه مثل ما تشجعنا نحن وصغار وصلنا لها انت نحن مستعدين نشجعك ونشجع الناشطين اللي مثلك لحتى توصل ان شاء الله ميرسي ميرسي لكل شخص كان عم يحضرنا وان شاء الله تكونوا حبيتوا هذه الحلقه وتحبوا ميرسي جود لك ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذه الحلقه وتحبوا الحلقات الجاي ميرسي كثير لكم Babe, I need you now There's a flame and it's burning out So wait, are you feeling doubts? Just know that I need you now Now